الأوقات اللي كانت قوية بالنسبة للرجاء كانت كثيرة في الشوط الأولاني، وخاصة في نهاية المقابلة. الشوط الأولاني فميكا وين ضيعنا المقابلة، ضيعنا المقابلة في الشوط الأولاني وقت كانت عندنا 5-6 وضعيات، خاطر في الدربي في المقابلات اللي كانوا المستوى يكون متقارب، مش باش يكونوا عندك 8-9 فرص، باش يكونوا فيه 3-4 وضعيات سانحة للتسجيل. ما عرفناش كيفاش نجسمهم نروهم ردوهم حتى الهدف. لو كان دخلنا بأسبقية في الشوط الأولاني ومستحقة للمردود اللي تعطى، ما لرزمه هذا ما صارش. قبلنا هدف أول وهدف ثاني، عاود رجعنا في المقابلة، جروسو مودو كنا أقل شيء نسحقه نقطة التعادل. كان تبعت المقابلة الفارطة، في لاعبين بدأوا ضد أكادير، بدأوا كأساسيين وخرجتهم ما بين الشوطين، وبعد لاعبين دخلوا وعطوا الإضافة وسجلنا في الأخير. اليوم نفس الشيء، فيه لاعبين بدأت دخلت عامل 30 دقيقة اللي هو حذريف، مكعازي، هابتي، صوفيان، دونك اللاعبين هذوما اللي دخلوا عطاو ان بلس، واللاعبين الاولانيين ما قصروش. وقتاش تقول اللي كونك انت ما كانش فيه توازن، خاطر وقت تبدا في الشوط الاولاني ما خذيتش اوقات قويه على المنافس، في وقت تولي فيه مشكل. لكن احنا في الشوط الاولاني كانوا احسن اوقات بالنسبه لنا احنا هما الشوط الاولاني، اللي كان ناقص ما عرفناش كيفاش نرد نحاولوهم الاداء. جروسو مودو المجموعه كلها اللي بديت واللي دخلوا ما قصروش، كانت فما روح، كانت فما انفي، كانت فما ابليكاسيون، ونشكرهم على الشيء هذا. فما مشكل اللي احنا واعيين به على مستوى الافيكاسيتي، لازمنا تطلع اكثر القدام، وهذا يجيك بالعمل، وان شاء الله في المستقبل يكون احسن.